أي أن تجعل الدنيا في مقام له أهمية كبيرة. قال ويريد الذي ربه يقول إني قريب. إذن أذكر أيها الإخوة أن حراسة الجوارح وأن تكون معتدلا وأن تكون متقيا ورعا زاهدا مجتمعنا المسلم الثر ومنهم من بالغ في توهينه ولم يوثق ولكنه حينما جمع بهم في العلم والعمل والقدوة أحيانا ستكتشف أن الخلاف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فحياكم الله في هذه الليلة ليلة الاثنين 18 من شهر جمادى الأولى من سنة 36 و400 وألف ونحن في جامع الراجح في حي الجزيرة في مدينة الرياض نعقد الدرس الأول من دروس إعراب سورة الإنسان وسوف نجعل هذا الإعراب إن شاء الله تعالى مراجعة شاملة لما شرحناه في الألفية بحيث نمر على أبواب مختلفة من النحو والتصريف والإعراب ونتذكر بعضا من الأحكام والشروط ونطبق ما استطعنا على الإعراب واخترت سورة الإنسان لأن فيها كثيرا من المنصوبات ومن الأحكام النحوية ونستعين بالله عز وجل ونبدأ قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هل أعرب لهل أداة استفهام لا بأس بذلك وقلنا الأفضل في نحو ذلك أن يقال حرف استفهام لأن الاستفهام له أدوات بعضها أسماء وبعضها حروف فإذا قلت أداة استفهام لا أدري هل تعرف أنها اسم أم حرف فإذا قلت حرف استفهام دل ذلك على أنك تعرف أن هل والهمزة حرفان وبقية أدوات الاستفهام أسماء نعم حرف استفهام مبني على السكون ما محله من الإعراب لا محل له من الإعراب لماذا لم تجعل له محل من الإعراب لا رفعا ولا نصبا ولا جرا ولا جزما حرف والحروف كلها ليس لها محل من الإعراب محل الإعراب خاص بماذا ما الذي يدخل عليه الإعراب على الاسم كل الأسماء معربة أو مبنية وعلى المضارع كل المضارع معربا أو مبنيا ما سوى ذلك من الكلمات أي الماضي والأمر والحروف لا تدخلها الأحكام الإعرابية طيب هذا ما يتعلق بالإعراب طيب ما وزنه من يعرف وزنه ما وزن كلمة هل ليس له وزن حرف وشبهه من الصرف بريء الحروف ليس لها وزن بل لا مدخل لها في التصريف أصلا طيب ما الذي يصرف ويوزن ويأخذ أحكام الصرف نعم الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة نعم فلهذا إذا أتاك حرف لا تقول وزنه كذا بل تقول ليس له وزن لأن أصله لا يعرف طيب بقي أن نتكلم على معناه ما معنى كلمة هل هل في الأصل حرف استفهام إذن فيدل في الأصل على الاستفهام فهل الاستفهام باق على حقيقته يعني سؤال يحتاج إلى جواب أم أنه استفهام خرج عن حقيقة الاستفهام أم أن الحرف أصلا هنا
ليس من أحرف الاستفهام؟ هذه المسألة طبعا مسألة تفسير، ولأنها تعتمد على اللغة ذكرناها، وإلا لن نطير في التفسير، لأن الدرس هو في اللغة، لكن الذي يمس اللغة نذكره من هذه المناسبة. نعم، نتأمل في الآية: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إن قلنا إنه استفهام حقيقي فمعنى ذلك أنه يحتاج إلى جواب، وهذا قيل به ولكنه في شدة الضعف، قول ضعيف جدا. القول الآخر قالوا إن هل خرجت عن الاستفهام وصارت حرف تحقيق، وهذا قول يقول به بعض أهل المعاني كالزمخشري وكثير من أهل البلاغة، يقولون إن هل قد تخرج عن باب الاستفهام أصلا، الاستفهام الحقيقي ولا المجازي، وتكون بمعنى قد، فهو حرف تحقيق بمعنى قد، يعني قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وهذا القول فيه ضعف لأن إثباته مختلف فيه، وأقوى الأقوال في معنى هل والله أعلم أن هل باقية على معنى الاستفهام، ولكنه الاستفهام التقريري، الاستفهام الذي يراد منه تقرير الأمر، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، وذلك أن الآية كأنها جاءت ردا على منكري البعث والمشككين فيه، فجاء هذا السؤال التقريري الذي يقرر حقيقة عندهم يؤمنون بها، وهي أن الإنسان لم يكن شيئا مذكورا ثم خلق فصار شيئا مذكورا، فكأنهم يسألون هذا السؤال التقريري: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فلا بد أن يجيبوا بنعم، قد مضى دهر طويل لا إنسان فيه، فيقال لهم: من أحدثه بعد أن لم يكن وخونه بعد عدمه كيف يمتنع عليه بعثه وأحياؤه بعد موته؟ وهو معنى قوله سبحانه وتعالى: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، أي فهلا تذكرون فتعلمون أن من أنشأ نشأ جديدا يستطيع أن ينشأ نشأ جديدا آخر، وأن يعيد النشأ الأول بعد موته. فمثل هذه التأملات في معنى الآية هي التي توصلك إلى المعنى الأدق في معنى هذه الكلمة. وهنا لابد أن تسأل فتقول: لو أردت أن أبحث عن كلمة هل، عن معناها وأحكامها وكل ما يتعلق بها، فأين أبحث؟ فأغلب كتب النحو كالألفية التي شرحناها لم تجعل بابا خاصا بالاستفهام. فالجواب: نعم يا أخوان، نعم. أحسنت، بارك الله فيك. نعم نعم، معرفة مضان العلوم من أهم الأمور التي ينبغي على الطالب أن يحرص عليها، فبعض الطلاب قد يضعف في بعض المسائل لأنه لا يعرف أين يبحثها، وإذا أراد أن يبحث مسألة تعب تعبا شديدا لأنه لا يعرف أين يجدها، وخاصة بعد مجيء الآلات الحديثة والبحث الآلي، ويوقفك على هذه المسائل وأنت لا تعرف مضانها. فهذه الأدوات كأدوات الاستفهام وأدوات الشرط إلى آخره لها مضان، من مضانها
كتب الأدوات، كتب جمعت هذه الأدوات ورتبتها غالبا ترتيبا هجائيا، فبعض الكتب اختص بحروف المعاني، ومن أفضلها كتاب الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي، ورصف المباني للمالقي، والأزهية بالحروف للهروي. وهناك كتب جمعت الأدوات عموما، سواء أكانت حروف معاني أم غير ذلك، ومن أشهرها مغني اللبيب لابن هشام في الباب الأول من أبوابه، جمع الأدوات عموما سواء كانت حروف المعاني أو غير ذلك من الأدوات المشهورة مثل ليس ونعمة وبئس، والمشهور من أسماء الأفعال وهكذا. فهذه مظنة للبحث عن معاني الحروف وأحكامها. ومن المظان أيضا كتب البلاغة، فإن كتب البلاغة تهتم بالمعاني، فلهذا تتكلم كلاما خاصا مفصلا على ما يتعلق بالاستفهام وأدواته بالتفصيل. ومن المظان أيضا كتب أصول الفقه، فهي أيضا تهتم بمعاني الكلمات والألفاظ، ولهم في ذلك كلام طويل، وربما تجد عندهم كلاما لا تجد عند النحويين والبلاغيين وهكذا. فهذه من أهم المظان التي تبحث فيها عن معاني الأدوات. طيب، ثم قال تعالى: هل أتى، أتى يا حسين، أتى هذا فعل ماض، ما وزنه؟ أتى فعلا، فعلا، اللام مفتوحة فعلا، وأتى مختومة بألف والألف ساكنة، فكيف تقول إن وزنه فعلا؟ وأنت تقول إنها فعلا، ما أصل الفعل؟ أتى يأتي، وهو منقلبة عن ماذا؟ ألف أتى منقلبة عن ماذا؟ عن ياء، عن ياء. أتى يأتي، إذا فأصل الألف الياء، وأصل الفعل أتى ياء، أتى ياء. طيب، الذي حدث فيه أن الياء انقلبت ألفا، هذا ماذا يسمى في الصرف؟ إبدال. نعم، هذا إبدال، ويدخل في باب الإعلال. الإبدال كيف حدث؟ بقلب الياء ألفا. لماذا قلبت الياء هنا ألفا؟ ليست كل ألف تقلب، ليست كل ياء تقلب ألفا، وإنما بقاعدة أخذناها، سعى سعيا، دعا دعوى. تذكروا، هذه من الأبواب الأخيرة في الإبدال. نعم نعم، حروف العلة الواو والياء إذا تحركت وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، كدعوى فتصير دعوى، وسعيا تكون سعى، وكذلك أتيا صارت أتى لهذه القاعدة. فلهذا نقول إن وزنها فاعلا. طيب، إعرابه، أعرب أتى يا حسين، فعل ماض ما باله؟ مبني على الفتح الظاهر أو المقدر؟ المقدر، منع من ظهوره التعذر. أحسنت، فعل ماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره التعذر، لأن الحركة لا تظهر على الألف، يستحيل ظهورها على الألف. طيب، محله من الإعراب؟
هذا قلناها قبل قليل لا محل له من الإعراب. هل أتى هذا فعل ماض فأين فاعله؟ الفاعل حين. ما الذي أتى؟ حين. إذن فحين فاعل، فلهذا كلما جاء فعل ابحث عن فاعله، قد يكون بعيدا لكي يتخلص لك وتعرف أنه فاعل وتعرف ما سواه. إذن فحين فاعل أتى. وأما قوله على الإنسان، هل أتى على الإنسان حين؟ على الإنسان جار ومجرور، لكن ما متعلقه؟ على الإنسان يتعلق بماذا؟ الجواب أنه يتعلق بالفعل أتى. هل أتى حين على الإنسان؟ التعلق ذكرناه كثيرا في شرح الألفية، مع أن ابن مالك لم يضع له بابا أو مكانا خاصا في الألفية، ولكننا شرحناه بشيء من التوسع عندما شرحنا قبل الألفية الأزهرية. فنحن كنا قد شرحنا الأزهرية من قبل في 30 درسا، وفي آخر الأزهرية عقد الشيخ خالد الأزهري فصلا خاصا عن حكم شبه الجملة ومن ذلك تعلقها. فشبه الجملة أي الجار والمجرور والظرف، ظرف الزمان والمكان، لا بد لها من متعلق. ما معنى متعلق؟ يعني الأمر الذي يقع في شبه الجملة. شبه الجملة ما الذي وقع فيها؟ مثال ذلك لو قلنا مثلا نزل القرآن منقذا من الله، نزل القرآن منقذا من الله، من الله جار ومجرور. طيب ما الذي من الله؟ النزول. لا، نزول القرآن. الذي من الله نزول القرآن، فنقول من الله متعلق بنزل، يعني نزل القرآن نزولا كائنا من الله. الذي حدث من الله النزول، نزول القرآن، ونقول من الله متعلق بنزل. لكن لو قلنا نزل القرآن منقذا من النار، نزل القرآن منقذا من النار، من النار، هل نقول إنها متعلقة بنزل؟ نزل القرآن من النار؟ لا، ما يصلح. إذن فالتعلق يقوم على المعنى، يقوم على المعنى. ما الذي من النار؟ الإنقاذ، الإنقاذ. إذن فنقول من النار متعلقة بماذا؟ بمنقذا. نزل القرآن منقذا من النار، من النار متعلق بمنقذا. فهذا معنى التعلق، أمر معنوي. ما الذي وقع في شبه الجملة؟ الذي وقع على شبه الجملة، شبه الجملة تتعلق بماذا؟ لو قلت مثلا جئت مسرعا يوم الخميس، يوم الخميس ظرف. طيب ما الذي وقع في يوم الخميس؟ المجيء. إذن نقول يوم الخميس هذا متعلق بجئت، متعلق بجئت. فإذا قلت مثلا رأيت محمدا مسافرا يوم الخميس، رأيت محمدا مسافرا يوم الخميس. طيب يوم الخميس ما الذي حدث فيه؟ هل رؤيتك يعني رأيته يوم الخميس؟ رأيت محمدا يوم الخميس محتمل. أم السفر؟ رأيت محمدا مسافرا، سفر كان يوم الخميس محتمل. هذا محتمل وهذا محتمل. فلهذا يقع
الخلاف بين المفسرين في مثل ذلك، إذا كان الأمر يحتمل أكثر من وجه، هذا محتمل وهذا محتمل، كلاهما محتمل، حينئذ نبحث عن المرجحات، والمرجحات كثيرة، إما لفظية وإما معنوية، وهي كثيرة، ليس هذا محله، لكن الكلام فقط على أن التعلق قد يكون واضحا وذلك بحسب المعنى، وقد يحتمل أكثر من وجه. فعلى ذلك قوله على الإنسان، هل أتى على الإنسان حين؟ على الإنسان متعلقة بماذا؟ بأتى، الذي حدث على الإنسان الاتيان، ونقول على الإنسان متعلق بأتى. طيب، هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ حين فاعل، من الدهر جار ومجرور. طيب، من الدهر شبه جملة أيضا، شبه جملة، ما إعراب شبه الجملة هنا؟ نعم، صفة لحين، نعم، للقاعدة أن الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات المحضة نعوت، وبعد المعارف المحضة أحوال، وبعد المحتمل للتعريف والتنكير يصح أن يكون نعتا ويصح أن يكون حالا. هنا من الدهر جاءت بعد نكرة محضة فتكون نعتا، تكون نعتا. طيب، وهذا كنا شرحناه في باب النعت، ومضى مثله في باب الخبر وفي باب الحال، هذه الثلاثة واديها واحد. ما معنى وقوع شبه الجملة نعتا أو حالا أو خبرا؟ يعني أنها متعلقة بكون عام محذوف، هذا الكون العام هو الخبر أو النعت أو الحال. فمعنى قوله هل أتى حين من الدهر، يعني هل أتى حين كائن من الدهر، فمن الدهر متعلقة بكائن، وكائن هو نعت حين. ولأن الأمر واضح ومكرور يتساهلون فيقولون من الدهر شبه جملة نعت لحين، وقد نفعل ذلك بعد أن شرحنا الأمر عدة مرات. طيب، ثم قال تعالى لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا مذكورا، هذه الجملة تحتاج إلى إعراب تفصيلي وإلى إعراب عام. نبدأ بالإعراب التفصيلي. لم، من يعرب لم يا إخوان؟ حرف جزم، هذا عمله وقلب فائدته ونفي معناه. نعم، الحروف إذا أردت أن تعربها، وتكلمنا على ذلك في باب المعرب والمبني عندما شرحنا الإعراب، الحروف نوعا، حروف عاملة وحروف غير عاملة، يقول هاملة أو مهملة. إذن فالحرف قد يكون له عمل وربما لا يكون له عمل، هذا من حيث العمل. طيب، ومن حيث المعنى، كل الحروف لها معاني، فالأفضل عند الإعراب أن تذكر المعنى وأن تذكر عمله إن كان له عمل. ففي هل نقول حرف استفهام، هذا معناه لكن ليس له عمل فلم يذكر له عملا. لم حرف نفي، هذا معناه العام، وقلب هذه فائدته وأثره في الفعل الذي بعده، ثم وجزم هذا عمله لأن له عملا، فذكرنا العمل. فلو أردنا أن نعرب مثلا لن
نقول حرف نفي ونصب، نفي معناه ونصب عمله. لو أردنا أن نعرف إن، نقول حرف توكيد ينصب اسمه ويرفع خبره، حرف توكيد هذا المعنى، ينصب اسمه ويرفع خبره هذا عمله، وهكذا. إذن فلم حرف نفي وقلب وجزم، نفي ينفي الذي بعده، جزم يجزمه، وقلب ما معنى قلب؟ نعم، قلب أن يقلب زمان الفعل المضارع من الحال والاستقبال إلى المضي، فيكون زمان المضارع المضي فقط. فإذا قلت لم أذهب فزمانه قطعا المضي، لم أذهب. لكن إذا لم تأتي بلم حينئذ احتمل الحال أو الاستقبال، تقول أشرح لكم هذا حال، أو أشرح لكم غدا هذا استقبال. أما لم فإنها دائما تقلب المضارع إلى زمان المضي. طيب، وهي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. لم يكن، يكن أعرف يكن فعل مضارع أو ماضي؟ مضارع، إذن مجزوم لأنه مسبوق بلم، وعلامة جزمه، وعلامة جزمه السكون. بقي أن تضيف إلى الإعراب كلمة ناسخ أو ناقص، لماذا؟ لأنه فعل، لأنه فعل ناقص ناسخ، طبعا من ليس من أخوات كان، هو أم الباب، هو أم الباب كان. إذن فهو فعل مضارع ناسخ. ماذا يعمل؟ يرفع المبتدا ويسمى اسمه، وينصب الخبر ويسمى خبره. إذا نبحث عن اسمه وخبره، أين اسمه؟ لم يكن شيئا، ضمير مستتر يعود إلى الإنسان، لم يكن الإنسان، والخبر شيئا. نعم، ننبه هنا فنقول إذا أردت أن تبين اسم يكن فإن الأدق والأصوب أن تقول ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى الإنسان، وربما تجد من يتساهل خاصة من المفسرين ونحو ذلك من يقول اسمه الإنسان، يعني لم يكن الإنسان، فيأتي بالاسم الظاهر، مع أن الظاهر لا يضمر أبدا، لا يضمر إلا الضمير، لهذا يسمى الضمير مضمر، وكل ما أضمر أو حذف فهو ضمير، فلا تقدره إلا ضميرا. هذا الضمير يعود على متقدم، سواء متقدم مذكور أو مفهوم. طيب، بقي أن أسألك عن أن أصل الفعل هو ماذا قبل دخول لم؟ قبل دخول لم ماذا كان أصل الفعل يكن؟ لا، هذا ماضي. ها؟ يكن هذا مضارع. طيب أصله قبل دخول لم؟ يكون. أصله قبل دخول لم يكون. طيب، ضمت يكون ذهبت الجزم لأنه جزم بالسكون، فجزمت النون بالسكون، ماشي. طيب والواو في يكون أين ذهبت؟ حذفت. لماذا حذفت؟ لالتقاء الساكنين، فلهذا قيل لم يكن شيئا. نعم، طيب،
ما حكم حذف النون هنا من يكن؟ هل يصح أن يقال في اللغة لم يكن شيئا مذكورا؟ ولم أكو بغيا، أدرسنا في باب كان، متى تحذف النون من كان؟ تحذف النون من كان بشروط أن يكون بلفظ المضارع ليس الماضي، وأن يكون مجزوما لا مرفوعا أو منصوبا، وأن يكون مجزوما بالسكون يعني ليس بحذف النون في الأفعال الخمسة. وشرط رابع مختلف فيه أن لا يأتي بعده ساكن، هذه الشروط متوافرة هنا، فهو بلفظ المضارع ومجزوم بساكن وجزمه بالسكون، مجزوم مسبوق بجازم وجزمه بالسكون، إذن يصح في اللغة لم يكن شيئا ويصح لم يكن شيئا، هذا من حيث الجواز النحوي يعني من حيث الصناعة النحوية. أما أيهما أفضل أن نثبت أو نحذف، هذا يحتاج إلى تدقيق بلاغي ونظر في المعنى، متى تثبت النون ومتى تحذف النون. نعم أحسنت. بقي مذكورا، كم من مذكورا؟ شيئا مذكورا صفة يعني نعت. نعم، والنعت من التوابع فلهذا صار منصوبا مثل شيئا. طيب بقي مذكورا، ما وزن مذكورا؟ مذكور مفعول. إذن فما نوعه من الأوصاف؟ اسم فاعل أم صفة مشبهة أم اسم مفعول؟ اسم مفعول مأخوذ من أي فعل؟ مذكور مأخوذ من أي فعل؟ الآن ندقق لأنكم انتهيتم من الألفية، ها؟ من ذكرى، لأن اسم الفاعل الصفة المشبهة واسم التفضيل والصيغة المبالغة في حكم اسم الفاعل هذه تؤخذ من الفعل المبني المعلوم، قائم من قام وجالس من جلس يعني أنه جلس. أما اسم المفعول فتؤخذ من مبني المعلوم، مضروب يعني ضرب، ومشروب يعني شرب، ومذكور يعني ذكر، لهذا الأدق أن تقول مذكور اسم مفعول من الفعل ذكر، أو تأتي بالمصدر من الذكر والمصدر مشترك. طيب انتهينا من الإعراب التفصيلي لجملة لم يكن شيئا مذكورا، فما الإعراب العام لهذه الجملة؟ جملة لم يكن شيئا مذكورا هذه جملة، ما إعرابها؟ لابد أن تفهم المعنى العام للآية كلها، هل أتى على الإنسان حين، هذا الحين وصف بأنه من الدهر، حين من الدهر، لم يكن شيئا مذكورا، حال من حين من الإنسان، نعم قد تكون حالا من الإنسان. وإذا أردت أن تقول إنها حال يعني لا داعي أن تقول في محل نصب حال، هذه الأمور التي حفظناها وربما نستخدمها على غير الصواب، أظن أن هذا أمر واجب أن تقول في محل نصب حال، هي حال إعرابها حال، تقول لم يكن شيئا مذكورا حال من الإنسان، وإن شئت حال من الإنسان في محل نصب لأن الجمل إعرابها في محل، أو تقول في محل نصب حال لا بأس، المهم إعرابها حال من الإنسان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ مثاله من الكلام لو قلت أتى على زيد خوف جائعا، أتى على زيد خوف
جائعا، يعني أتى على زيد خوف وهو جائع، حالة كونه جائعا، فهذا جائز في الكلام. عندك سؤال؟ الحال، الحال ما يبين هيئة صاحبه، كأن تقول جاء محمد، تريد أن تبين حالة وهيئة محمد وقت المجيء. جاء في أي هيئة؟ مثلا جاء في هيئة الخوف، تقول جاء محمد خائفا. السرعة، جاء محمد مسرعا. الركض، جاء محمد راكضا. هذه حال. نحن انتهينا من شرح النحو كله، وهذه هذا الدرس استعادة لكل النحو. طيب، يجوز في الجملة إعراب آخر، يجوز في الجملة إعراب آخر، نعم، أن تكون نعتا. لماذا؟ للإنسان، الإنسان معرفة فتكون حالا منه، نعتا للحين، لحين ما الإنسان، لن ندخل في المراد بالإنسان هل هو آدم أو عموم الإنسان، فإذا كان آدم فهو معين، إذا كان عموم الإنسان فهو حينئذ معرف، لا ندخل في ذلك. لكن لو قلنا إنها تابعة لحين فتكون جملة نعتية أو حالية، تكون جملة نعتية لحين. طيب، فإن كانت حالا من الإنسان فالجمل الحالية، الجمل الخبرية، الجمل النعتية، قلنا النعت والخبر والحال دائما هذه حكمها واحد، الجمل النعتية والخبرية والحالية لا بد لها من رابط، من عائد. فإذا قلنا إنها حال من الإنسان فأين عائدها؟ الرابط هو اسم يكن، العائد موجود لا إشكال في ذلك. وإن قلنا إنها نعت لحين فأين العائد الذي يربطها بحين؟ هل أتى على الإنسان حين لم يكن شيئا مذكورا فيه؟ فالعائد محذوف، محذوف، والمحذوف في حكم المذكور. ولهذا يرجح المعربون هنا أن تكون الجملة حالية من الإنسان، فهي أفضل من حيث المعنى ومن حيث اللفظ. طيب، ثم قال سبحانه وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. جملة هل أتى على الإنسان حين من الدهر، ما إعرابها؟ ما إعراب الجملة هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ هذه جملة ابتدائية، لا يقال استئنافية، استئنافية تكون فيما بعد، هذه جملة ابتدائية، والجملة الابتدائية ليس لها محل من الإعراب. ثم قال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، هذه جملة أخرى، فما إعراب هذه الجملة عامة قبل أن نبدأ بإعرابها التفصيلي؟ هل هي معطوفة؟ طبعا لا، لا يوجد عاطف، هذه استئنافية، جملة استئنافية، إذا لا محل لها من الإعراب. نعربها تفصيلا: إن تتكون من كم كلمة؟ إن، ها معنى إن الأولى إن المختومة بنونين، والكلمة الثانية ناء المتكلمة المبدوءة بنون، هذه ثلاث نونات. أما إن الموجودة في الآية فليس فيها إلا نونان، إن ناء، ليس كذلك؟ إن ناء، نعم نعم، الأصل إننا، إننا،
ويجوز حينئذ حذف إحدى نوني إن تخفيفا، ويقال إننا ويقال إن، والفرق بينهما يبحث عنه في البلاغة. فعلى ذلك كيف سنعرب إن؟ أعرب إن حرف ناسخ، حرف توكيد ناسخ، ناسخ يعني كلمة عامة نقول ينصب اسمه يرفع خبره، لا محل له من الإعراب، ماشي، مبني على الفتح. أين الفتح؟ إن سكون، إن سكون المقدر. نعم، كل حركة إعرابية أو بنائية لا تظهر فهي مقدرة. نعم، نقول مبني على الفتح المقدر على النون المحذوفة تخفيفا، طبعا منع من ظهورها حذف النون. طيب، ونا نعم، نا اسم إن في محل نصب مبني على السكون. وأين الخبر؟ خبر إن، إن ماذا؟ جملة خلقنا الإنسان، جملة فعلية، خبر إن في محل، في محل رفع، في محل رفع. نعم، خبر إن، نقول خبر إن في محل رفع، أو في محل رفع خبر إن، والذي يفضله أن تبدأ مباشرة بالإعراب، قل خبر إن في محل رفع. طيب، نعرب تفصيلا الخبر. خلقنا الإنسان، خلق في خلقنا عربناها قبل قليل، أو عربنا مثلها، فعل ماض لا محل له من إعراب، مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره السكون المجلوب للتخلص من أربع متحركات فيما هو ككلمة واحدة. الأصل خلقنا، خلقنا، لأن الفعل الماضي خلق ثم يتصل به نا، فاجتمعت أربع متحركات، فالعرب يتخلصون من ذلك بسكون آخر الفعل الماضي إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، فيقولون ذهبت وذهبنا وخلقت وخلقنا ونحو ذلك. إذن فأصل الفعل مبني على الفتح خلقا، لكن السكون جلب للتخلص من هذا الثقل الناشئ من اجتماع أربع متحركات، فصار البناء على فتح مقدر، وعرفنا أن هذا هو المذهب الصحيح. طيب، ونا في خلقنا، تعبر عنه بما تشاء، ما الذي منع الفتح من الظهور؟ الذي منع يعني الذي غطاه، التوالي أم السكون الذي جلب للتخلص من التوالي؟ أنت فهمها. لو قلت الآن القاضي مثل الجالس والقائم، تقول الجالس، جاء الجالس وجاء القائم والقاضي، تقول جاء القاضي بسرعة، جاء القاضي يا محمد، أصله جاء القاضي يو، جاء القاضي يو. طيب، الضمة على الياء ثقيلة، تخلصت العرب منها، كيف تخلصت من هذا الثقل؟ جلبت سكونا، سكنت الحرف. ما معنى سكنت الحرف؟ يعني أتت بسكون وهذا السكون غطى الضمة. ما معنى غطى الضمة؟ يعني منعها من الظهور. إذن ما الذي منع الضمة من الظهور هنا؟ ما الذي غطاه وستره ومنعه من الظهور؟ الذي غطاها في الحقيقة، نريد الحقيقة،
في الحقيقة الذي منعها السكون، السكون الذي جلب لماذا؟ للتخلص من الثقل، الثقل الناشئ من ماذا؟ من الضمة على الياء. يختصرون ذلك، هذا كلام كثير، يقول منع من ظهور الثقل. ما معنى ذلك؟ لابد أن تعرف المتخصص، خلاص الآن شرحت الألفية في 7 سنوات. يصح من باب الاختصار، نعم لا بأس لا بأس. وهو الأصل السببي عندما تلك على أولاد السكون، إذا مضيع الأمر ثوري أمر أو وجد الثقال أو وجد الثقال، هذا هو السبب. هذا السبب الذي أوجد المانع. المانع لا السكون. المانع المغطي، ما الذي غطاه؟ ها؟ يعني أنت مثلا لو أمرتني الآن هذا القلم، لو أمرتني فقلت أدخله فأدخلته وأخبأته الآن، ما الذي منعه من الظهور؟ ثوبي. لا ثوبي الذي منعه في الحقيقة الثوب. طيب وأنا أنا السبب الثاني وأنت السبب الأول، إذا أردت أن تأخذ بهذه ما تقول بالأسباب، هذه أسباب، لكن إذا وصلنا إلى الحقيقة، الحقيقة أن المانع الثوب، وما سوى ذلك أسباب. واللغة دائما تتعامل مع الحقائق غالبا، وغالبا تتعامل مع الحقائق، وقد تعبر بالسبب عن المسبب والمسبب عن السبب، لكن هذه أشياء كلها تكون خارج الأصل. طيب، إنا خلقنا الإنسان، الإنسان مخلوق، إذا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، من نطفة جار ومجرور. نعم، نام أعربناها، قلنا فاعل في محل رفع مبني على السكون. نعم، من نطفة جار ومجرور متعلق بماذا؟ من نطفة، ما الذي حدث من النطفة؟ الخلق. إذن نقول من نطفة متعلق بماذا؟ خلق، خلقنا من النطفة، يعني خلقنا خلقا كائنا من النطفة، الذي حدث من النطفة الخلق، فنقول متعلقة بخلق، خلقنا من نطفة، وهو لا هنا لا، المراد في الآية إنا خلقنا الإنسان من نطفة، يعني خلق الإنسان من النطفة، لأن خلق الإنسان من النطفة فالإنسان من النطفة، لكن الموجود عندنا الآن هنا الموجود خلق الإنسان، كما قلنا قبل قليل نزل القرآن من الله، ما الذي كان من الله؟ نزول القرآن ليس القرآن. نعم، لكن يعني سؤالكم واستشكالكم دليل على أنكم بالفعل بدأتم عند تدققون في المعاني. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أمشاج يعني أخلاط، يعني مختلط بعضها ببعض. طيب ما إعراب أمشاج؟ من نطفة أمشاج نعت لي نطفة. طيب الأمشاج قلنا بمعنى الأخلاط، وهي على وزن أفعال جمع قلة، ومفردها مشج كعلم وأعلام، ويقال في المفرد مشج كحمل وأحمال، ويقال في المفرد مشيج كشريف وأشرف. إذن فالمفرد فيه 3 لغات، مشج ومشج ومشيج، والجمع أمشاج. السؤال هنا كيف وصفت النكرة المفردة نطفة بالجمع أمشاج؟ ومعروف أن من شروط النعت التوافق في التعريف والتنكير وفي الإفراد والتثنية والجامع، فهذا من المواضع التي تستشكل في الإعراب، من نطفة أمشاج.
قالوا في ذلك، قالوا إن نطفة هنا جنس ويراد بها الجمع، لأن المعنى من نطف، خلقنا الإنسان من نطف، فالجنس يطلق كما تعرفون على القليل والكثير، على الواحد وما أكثر من ذلك، أي خلقنا الإنسان من نطف أمشاج، فحمل على المعنى فنعتها بالجمع. وقيل إن النطفة كل جزء منها نطفة، النطفة في الحقيقة لا يقول فيها ملايين، سبحان الله العلي العظيم. ولعل هذا من أسرار القرآن، الله أعلم، لعل هذا إشارة إلى أن النطفة في الحقيقة نراها شيئا واحدا، لكن في الحقيقة هي أشياء. وقالوا إن النطفة كل جزء منها نطفة، فلهذا وصفت بأمشاج. وقيل إن أمشاج في اللغة وإن كانت على وزن أفعال، إلا أن أفعالا قد يأتي نادرا مفردا، ومن ذلك النادر قولهم برمة أعشار وبرد أكباش. برمة، البرمة هذه نوع من الأواني، أعشار وهذا مفرد، قالوا ومن ذلك نطفة أمشاج يعني مختلطة، لكن هذا القول ليس بقوي لأنه من النادر في اللغة، والذي ينبغي ألا نحمل القرآن على النادر ما وجدنا عن ذلك سبيلا. فالتخريجان الأولان يكفيان في التخريج إن شاء الله. قال من نطفة أمشاج نبتليه، نبتليه هذه جملة فعلية مكونة من نبتلي ومن الهاء، نبدأ بنبتلي، نبتلي فعل مضارع أم ماض مضارع، مبدوء بأي حرف؟ بالنون. المضارع إما أن يبدأ بالهمزة أو النون أو الياء أو التاء، فإن بدأ بالهمزة ففاعله لا يكون إلا ضميرا مستترا تقديره أنا، مثل أجلس، يعني أجلس أنا. وإن كان مضارعا مبدوءا بالنون ففاعله لا يكون إلا ضميرا مستترا تقديره نحن، مثل نعبد، أي نعبد نحن. فكل مضارع مبدوء بالنون لا تبحث عن فاعله، لا يكون فاعله اسم ولا ضميرا بارزا، إنما ضمير مستتر تقديره نحن. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. نعود إلى إعراب قوله عز وجل نبتليه، فنبتلي فعل مضارع مبدوء بالنون، إذن فاعله ضمير مستتر تقديره نحن، نبتليه نحن. والها في نبتليه من الضمائر المتصلة، والضمائر المتصلة قسمناها من قبل إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول تواني، وهي ضمائر الرفع المتصلة ولها أربعة أعاريب. والقسم الثاني وهي المجموعة في قولك هيك، وهي ياء المتكلم وكاف الخطاب وهاء الغيبة. هذه الضمائر الثلاثة ليس لها إلا أربعة أعاريب، اثنان نصبا واثنان جرا، لأنها متصلة، يعني لابد أن تتصل بكلمة قبلها. فإن اتصلت بفعل ناسخ كان وأخواتها فهي خبر لكان وأخواتها، كقولك كانه. فإن اتصلت بفعل غير ناسخ فهي مفعول به، مثل أكرمك وأكرمني وأكرمه. وإن اتصلت بحرف جر فهي في محل جر، لك وله ولي.
وإن اتصلت بإن وأخواتها فهي اسم لإن وأخواتها، إنك وإنه وإني، هذه أعريبها حصرا. فعلى ذلك نقول إن الها في نبتليه اتصلت بفعل غير ناسخ، إذن مفعول به مباشرة، وهذا ما كنا نسميه بضوابط الإعراب. الإعراب له ضوابط، لو جمعتها واهتممت بها ستجد أنك بإذن الله قد ضبطت أكثر الإعراب، خاصة الإعراب الذي تحتاج إليه. إذن نبتليه جملة تتكون من فعل ومفعول به وفاعل مستتر. ما إعراب هذه الجملة؟ نبتليه، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، حال، حال من الفاعل، فاعل خلقنا، أم فاعل من مفعول، أم حال من مفعوله يعني من الإنسان. خلقنا الإنسان نبتليه، يعني خلقنا الإنسان مبتلين إياه، فحال من ماذا؟ من الفاعل. أم خلقنا الإنسان مبتلا فحال من المفعول، كلاهما يجوز لأن فيه ضمير الفاعل والمفعول، فلهذا يجوز في الصناعة أن يكون من الفاعل أو من المفعول. نعم. طيب، خلق فعل، خلق فعل، الفعل لا يكون صاحبا للحال، صاحب الحال لابد أن يكون اسما، صاحب الحال لابد أن يكون اسما. طيب، عرفنا أن نبتليه حال من الفاعل أو من المفعول. طيب، فإذا كانت حالا من المفعول به أو من الفاعل، فهل هي حال مقارنة أم حال مقدرة؟ درسنا في الحال أن الأصل في الحال أن تبين هيئة صاحبها زمن الفعل، تقول جاء محمد ضاحكا، ضاحكا تبين هيئة محمد، متى؟ زمن المجيء، أما قبله وبعده فلا تدل على إثبات ولا نفي، هذا الأصل في الحال وتسمى الحال المقارنة. فهل الحال هنا مقارنة؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة، من نطفة يعني في بطن أمه، نبتليه، هل هو مبتلا أو مبتلين إياه في هذا في وقت الخلق؟ لا، إذن ليست مقارنة، تسمى حينئذ بالمقدرة، يعني مقدر وقوعها في المستقبل، مقدر وقوعها في المستقبل. وربما تذكروا مثال النحويين، مررت برجل، مررت بزيد صائدا بصقر غدا، مررت بزيد صائدا متى؟ غدا، فهي حال لزيد الذي مررت به الآن، مررت بزيد لكن الصيد سيكون غدا، فتسمى حال مقدر، يعني مقدر وقوعها في المستقبل. هذا إذا قلنا إن المراد بنبتليه المعنى المعروف المتعارف عليه، وهو الاختبار بالتكليف، وهذا قول للمفسرين. وجاء عن بعض المفسرين كابن عباس رضي الله عنه وغيره أن معنى نبتليه يعني نصرفه في بطن أمه ونقلبه من حال إلى حال ومن طور إلى طور. فعلى هذا التفسير تكون الحال مقارنة أم مقدرة؟ مقارنة. إذن فالمعنى هو الذي يحدد الإعراب. نعم. ثم قال تعالى فجعلناه سميعا بصيرا، فجعلناه سميعا بصيرا. الفاء حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من إعراب، والجملة بعده جملة معطوفة، معطوفة على ماذا؟
خلقنا الإنسان، إنا خلقناه فجعلناه. طيب نعرب جعلناه سميعا بصيرا، جعلناه مثل خلقنا، جعلناه فعل ماضي مبني على السكون مبني على الفتح المقدر، ونا في جعلناه فاعل في محل رفع، والها في جعلناه مفعول به. طيب سميعا اسم منصوب، هل هو مفعول ثان فجعل تنصب مفعولين، أم حال فجعل تنصب مفعولا واحدا؟ هذا يعود إلى معنى جعل. هل جعل هنا من أخوات ظن الدالة على التحويل، يعني صيرناه، أم أنها بمعنى خلق؟ لأن جعل تأتي بمعنى خلق مثل وخلق وجعل الظلمات والنور، يعني خلقها، وقد تأتي بمعنى التحويل والتصير من أخوات ظن. وظاهر الآية أن جعل بمعنى خلق كالمعطوف عليه، إنا خلقناه فخلقناه سميعا بصيرا. فإذا كانت جعل بمعنى خلق فما إعراب سميعا؟ حال، خلقناه في هذه الحالة سميعا، فسميعا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة، واضح. بصيرا فجعلناه سميعا بصيرا، حال أخرى منصوبة. هل نقول معطوف على الحال الأولى؟ ها؟ لا، العاطف بحرف عطف. إذن فالحال هنا سمى تعدد الحال، هذا التعدد، هنا تعدد الحال. طيب أيهما أدق من حيث المعنى؟ أن نقول إنهما حالان، حال أولى وحال ثانية، فيكون كقولك جاء محمد راكضا ضاحكا، حالان أيضا، جاء محمد في هاتين الحالتين راكضا ضاحكا. أم نقول إن سميعا بصيرا معناهما واحد، أي مدركا، فجعلناه مدركا، فجعلناه مميزا. فإذا كان هذا هو المعنى فكيف نعرب سميعا بصيرا؟ حالان أم حال واحدة؟ حال واحدة منصوبة الجزئين، فتكون مثل ماذا من أمثلة النحويين وكلام العرب المشهور؟ كقولهم الرمان حلو حامض، الرمان مبتدأ، وأين خبر الرمان؟ حلو؟ لا، ليس حلو. حامض؟ لا، ليس حامضا، وإنما حلو حامض. إذن فحلو حامض خبر واحد مرفوع الجزئين بمعنى مز، كما يقولون مز يعني الطعم الذي فيه حلاوة وحموضة. فإذا قلنا إن المعنى فجعلناه سميعا بصيرا أي مدركا، فتكون الحال واحدة كقولهم الرمان حلو حامض. وإن قلنا إنهما حالتان فمعنى ذلك أنك تريد أن المعنى أنه خلقه سميعا وخلقه بصيرا. نعم. أنت المعنى عليك، أنا أبين الآن لك المعاني وأنت تأمل في هذه المعاني، لأنه قد يقال لك أيضا لو جعلناها حالين
سميعا بصيرا، فأين الأحوال الأخرى؟ هو أن جعله سميعا بصيرا فقط، جعله سميعا وبصيرا ومتذوقا ومتكلما، ليس سميعا بصيرا فقط، إلا إذا كان المعنى سميعا بصيرا يعني مدركا، فحينئذ تشمل يعني أن خلقناه مدركا مميزا ولم يرد فقط حقيقة السمع والبصر. فهذه أمور تعود إلى المعنى، والتفسير هم الذين ينظرون في هذه الأمور، نحن فقط نفتق هذه الأمور وننزل عليها أحكام النحو. طيب كم بقي؟ في هذا الدرس ولله الحمد أنهينا آيتين، ولم أكن أظن أنني سأنهي الآيتين، لكن جيد أن أنهينا الآيتين بإعراب تفصيلي، ونظرنا ما فيهما من الإعراب والنحو والصرف وما تيسر من المعاني. في الدرس القادم إن شاء الله سنكمل على هذه الطريقة، وأرجو أن تكون نافعة. إن كان عندكم من اقتراحات فأرسلوها على جوال المجموعة، نتناقش فيها إن شاء الله ونطبق ما نراه الأصلح. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.